ذكرت في التقرير أن هناك اكتشافات متزايدة في المناطق التابعة لكل من مصر، قبرص، إسرائيل، في شرق البحر المتوسط، كما أن الدراسات تشير إلى أن تلك المنطقة يوجد بها احتياطي ضخم من الغاز الطبيعي قد يصل إلى 340 تريليون قدم مكعب. تبع التقرير مد أنابيب بطول مئات من الأميال تحت سطح الماء سيكلف مليارات الدولارات وسيشكل تحديا تقنيا لمن سيقوم على تصميمه، كما أن هناك تحديات أكبر تتمثل في الوصول لتوافق سياسي تتطلبه عملية إنشاء مسارات طاقة مستقرة عبر منطقة تعج بالنزاعات. وقال أموس هوتشستاين المبعوث الأمريكي السابق للطاقة بالمنطقة: هذه هي الفرصة التي إما أن ينجح فيها الكل معا أو يفشلون معا. اتفق معه في الرأي الرئيس التنفيذي لشركة إني الإيطالية كلاوديو ديسكالزي، والذي توقع أن تصبح مصر مركزا إقليميا لإنتاج الغاز الطبيعي بمشاركة إسرائيل وقبرص وليبيا، وسيتيح الإنتاج الضخم المتوقع من الغاز الطبيعي في حقول شرق المتوسط حلولا لتأمين الطاقة لأوروبا. نقلت وكالة بلومبرج عن مصادر مطلعة قولها أن مصر قد تستغني عن الاستيراد خلال 2018 مع بدء الانتاج في امتياز شمال الاسكندرية التابع لشركة بي بي وحقل ظهر التابع لشركة إني قبل ان تبدأ التصدير في عام 2019. ما هو ده يوري لك برضو، يوري لك ليه مصر مستهدفة دلوقتي. وخد بالك ان لو ما كانش فيه يعني قوة وصلابة في التمسك بالحق وبترسيم الحدود، انت عندك اسرائيل برضو، لان دي ما بتشبعش اسرائيل. هتبتدي تاخد من الغاز بتاعك وتسرق زي ما سرقت قبل كده حاجات كتير. يعني هي مش جديدة عليها السرقة يعني. فانا عايز اقول انه لهذا المنطقة مطمع للطماعين وللناس اللي عايزين دايما يبقوا هم عايشين في السماء والباقيين تحت الارض، تحت القاع كمان مش بس في القاع. بس ده المستقبل المشرق بالنسبة لمصر في اكتشافات الغاز اللي هي كتير قوي، زائد طبعا الانطلاقة اللي بدت في وعينا النهاردة ان كل واحد فينا يشتغل وكل واحد فينا ينتج في بلده. دي انطلاقة جديدة جدا لمصر، لانه انت النهاردة يعني الدول اللي ربنا اداها ثراء في النفط وفي البترول، في البترول قصدي، في النفط وفي الغاز الطبيعي وكل ده، عملت ايه؟ فضلت زي ما هي وخدت الفلوس وعاشت عيشه البهوات، ولا زي البشوات بقى احسن. فاللي حاصل ان احنا عندنا افاق هايله، وعندنا افاق ممكن تخلينا نرجع تاني ناخد مكاننا ومكانتنا. وزي ما امبارح كان في برنامج عن الوادي الجديد رائع، وبيوري لك ازاي احنا 40% من مساحه مصر اللي كانت غلت سلال اوروبا، يعني سلة غلال العالم كله، احنا نرجع تاني، نرجع تاني، وده هيمكننا لان ده انتاج ربنا يعني موفره لنا وجه في الوقت المناسب ان شاء الله باذن الله يمكننا، وان شاء الله بكره افضل. الكاتبه الصحفيه الكبيره استاذه فريده شواشي، انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا. دي كانت نهايه حلقتنا، بكره بدايه اسبوع جديد نيجي لحضراتكم في اخره ان شاء الله بحلقه جديده من برنامجكم اخر اسبوع على قناه صدى البلد.